اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما عودناكم احنا واقفين في ظهر ابطالنا الاولمبيين ان شاء الله لغايه ما وصلوا على منصه التتويج، لانه هم يحملوا تيشيرت منتخب مصر. والحقيقه ده اكبر حدث رياضي بيحصل في العالم كل 4 سنين، وبيقيس قد ايه الدول قدمت في الرياضه خلال 4 سنين اللي سبقت الاولمبيات. النهارده بطلنا ونجمنا ونسرنا الاهلاوي اللي موجود معانا في الاستوديو احد هذه الابطال، ولازم حقه علينا يكون معانا وهنتابعه وهنشوفه. وابتدينا من النهارده ومن قبل كده والله، بس ابتدينا من النهارده لانه كان اجندته يعني مليانه. معانا النهارده مصطفى الجمل اللي برحب بيه في الاستوديو، اللي هو بطل مصر وافريقيا في رمي المطرقه. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك ازاي سمر، ربنا يخليك، منور قناه النادي الاهلي. نورك، ربنا يخليك، نور كل الموجودين. غلطت انا في حاجه في المقدمه أو لا؟ لا لا لا، جميل جدا، ربنا يخليك يا استاذ هيثم. طب احنا عملنا تقرير عنك كده كابتن مصطفى عشان العالم او الجمهور يشوف قد ايه انت عملت لمصر ولسه هتعمل لمصر. شوف كده ونرجع لبعض. اعزائي المشاهدين نشوف التقرير ده ونرجع نكمل حوارنا او نبتدي حوارنا مع مصطفى الجمل. مصطفى الجمل هو بطل من ذهب، نجح في الوصول إلى منصات التتويج منذ الصغر في لعبة رمي المطرقة، وهي واحدة من ألعاب القوى أم الألعاب، والتي تحظى باهتمام كبير في مصر. وضمن نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني التواجد في البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين، وفقا للتصنيف العالمي للعبة. ويعد الجمل واحدا من أبرز لاعبي رمي المطرقة في مصر، وسبق له الفوز بالعديد من الألقاب المحلية والإفريقية، فهو بطل العرب وإفريقيا والبحر المتوسط، وصاحب الرقم القياسي المصري والعربي والإفريقي، والحائز على فضيتي كأس العالم للقارات مرتين على التوالي عامي 2014 و2018. ولد في الأول من أكتوبر عام 1988. بدايته مع رياضة رمي المطرقة كانت وهو في 14 من عمره، وذلك في عام 2002. كان ظهوره الأول خلال البطولة العربية للشباب عام 2006 التي أقيمت في مصر، وهي البطولة التي نجح البطل المصري في الفوز خلالها بالميدالية الذهبية. واعتاد النسر الأهلاوي على التتويج بالميداليات الإفريقية والعربية منذ مرحلة الشباب، كما سبق له المشاركة في بطولة العالم لرمي المطرقة، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن، فيما حرمت الإصابة نجم الأهلي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 لتضيع على مصر فرصة المنافسة على ميدالية أولمبية في ألعاب القوى. وإذا ما حاولنا استعراض تاريخ الجمل في الميداليات والبطولات التي حققها، فلربما نحتاج لمجلدات وأوقات طويلة للحديث عنها وسردها. اهلا بحضراتكم من جديد. انا عايز بس اقول لكم ان طبعا فريق الاعداد، فريق البرنامج، التقرير اللي احنا شفناه ده كان 600 كلمه. احنا طبعا صعب جدا لان انجازات مصطفى كبيره، و600 كلمه كمان احنا كنا مختصرين، بس طبعا عشان وقت البرنامج اختصرناها ل 200. كلامنا صح يا مصطفى؟ تمام، مظبوط يا استاذ هيثم، ربنا يديك الصحه. انت نجم كبير، الله يخليك. وخلينا نبتدي القصه من البدايه. انت كنت لعب سباحه؟ انا كنت بلعب سباحه زمان في الاهلي، لحد ما دخلت الملعب. ان اخويا الكبير كان لعيب مطرقه برضه، كان بطل افريقيا في المطرقه. دخلت الملعب عنده شفت اللعبه. مين؟ محمد الجمل. محمد الجمل. فطبعا اكبر منك بقد ايه؟ 4 سنين. ادي له حقه. لا لا طبعا، هو علمني كتير في اللعبه. طبعا لما دخلت وشفت اللعبه حبيت ان العب، بس كان طبعا جسمي لعيب سباحه، جسمي ما ينفعش العب لعبه مطرقه خالص. فطبعا كان كل يوم المدرب يا ابني ما ينفعش، يا ابني ما ينفعش. لحد ما اخر الاسبوع قال لي لا خلاص بقى امسك بقى المطرقه. فكان في اطفال في سني ساعتها بيلعبوا مطرقه. كم سنه كان عندك؟ كان عندي 12 سنه 11 سنه. لسه صغير. 12. لا 12 سنه بالظبط. ولعبت في الاهلي برضه؟ لعبت في الاهلي. تمام. فطبعا اللي في سني دول بيمرجحوا ويدوروا 4 دورانات كاملين وبيرموا رميه كامله. انا لسه ما فيش اساسيات ولا اي حاجه، فقال لي اعمل مرجحه بس سونجات واسيب المطرقه. فطبعا عملت كده، طبعا كان فيها غل شويه. رميتها عديت مسافه اللي هم الاطفال اللي متعلمين دوران،
الله. فقال لا بس خد تعالى ده انت اكتشاف في اللعبه شيء. بس وبدات اللعبه من ساعتها. انا دلوقتي يعتبر الحمد لله بقى لي 21 سنه بلعب مطرقه ما شاء الله. انت عارف جيانا فاروق كانت قاعده مكانك من حلقتين، عارف قالت لي ايه؟ قالت لي كلمه والله انا عمري المهني دي كله كان عمري اسمعها. اللعبه بتنادي على بطلها. تمام صح صح. انا قعدت اسبوع ازن عليه ان انا ارمي مطرقه وهو مش راضي، مع اني كنت برضو بطل في السباحه يعني، كنت صاحب رقم مصر ال 50 متر باك برضو وانا في البراعم 9 سنين. لا دي جديده بقى يعني. انت كنت اصلا بطل في السباحه؟ في السباحه وانا 9 سنين كنت صاحب رقم مصر في ال 50 متر باك. فطبعا ما ندمتش ان انت سبت السباحه؟ لا والله يعني حسيت نفسي هنا في اللعبه دي يعني، مع اني هنا كنت بطل وببدا لعبه جديده ولسه مش عارف ايه ظروفي فيها، بس انا كنت حابب المطرقه يعني. يمكن اول بطوله انت خدتها، اول بطوله وانت عندك 14 سنه 2002. لما بدات حتى كنت لسه بجيب رابع خامس سادس، كنت بجيب كده لما بدات اللعبه. اول ظهور ليا كان تحت 20 سنه يعني، حتى انا ماليش ظهور في الشباب او الناشئين من ناحيه بطوله العالم يعني. اغلب اللي في مصر زي ايهاب عبد الرحمن، محمد مجدي، اللعيبه دي كلها عملت ميداليات عالميه في الشباب والناشئين. انا ما عملتش في الشباب والناشئين حاجه يعني، الحمد لله انا اللي حققته حققته في الدرجه الاولى. فده احسن كتير الحمد لله يعني. الحمد لله. لا دي رساله اقف عندها. ان حتى النشئ لو لم يوفق في البدايه في اول فتراته الحياتيه، هو طبعا كان محليا بيحقق، بس هو قصده عالميا هو بص على العالميه، ما حققش في الادوار الاولانيه، حقق اول حاجه في 20 سنه. فدي رساله. ما هو دي دلوقتي تكمل. دلوقتي كمان ده اللي عمله الاتحاد الدولي، انت كان في بطوله عالم تحت 18 سنه اتلغت دلوقتي. اتلغت بقت اول بطوله عالم تحت 20 سنه. وجهه نظرهم ايه؟ ان اللعيب بيتحرق، يطلع تحت 16 و18 بيلعب بطوله العالم، يجي 20 اخره خلاص درجه اولى مش موجود. ده في المطرقه بس ولا في لا كل الايفنتات كلها بتاعت العاب القوه رمح؟ فلغوا كل ال 18 سنه اللي هي بطوله العالم بدايتها من تحت 20 سنه، ان اللعيب بقى بيوصل درجه اولى. فين اللعيب اللي كان عامل اول عالم في الشباب والناشئين؟ اختفى مش موجود، اتحرق خلاص. فدي كانت يمكن كانت حاجه كويسه الحمد لله، ان انا بدايه ان انا حققت في الشباب تحت 20 سنه، عملت اول عرب واول افريقيا، لكن ما عملتش حاجه عالميه. لما طلعت درجه اولى الحمد لله عملت 2 كاس عالم الحمد لله، وبحر متوسط ذهبيه، وثلاث دورات افريقيه الحمد لله ذهب ورا بعض، واربع بطولات افريقيه برضو ذهب ورا بعض، وبطولات العرب ورقم مصر وعرب وافريقيا ودورات وبطولات الحمد لله باسمي لحد دلوقتي 81 متر 27. ربنا يحميكم بجد. انت بتقول لي انا يعني مش عايز اقطعك، مبهور باللي انت عملته. والناس لازم تعرف ان احنا عندنا ابطال يعني من ذهب. طيب خليني اتكلم عن اول دوره اولمبيه انت شاركت فيها. انت شاركت 2012 في لندن. في لندن اسف، انا اسف، في لندن 2012. تأهلك ليها كان ازاي وكان طموحاتك فيها ايه؟ انا كنت متأهل بالرقم وكنت رامي الرقم التأهيلي للبطوله، بس كان المشكله كانت اول منافسه ليا مع الناس اللي هي اللي بره دي، وانا كنت ساعتها يعني بقالي كنت لعبت كاس عالم قبلها؟ لا لا كان لعبت قبلها بطوله عالم 2011 قبلها بسنه على طول سنة. برضو كانت اول بطوله عالم ليا للكبار. فطبعا هي دي والاولمبياد انا ما عملتش حاجه فيهم. لا كمان انا كنت طالع من غير مدرب، دي حاجه ثانيه، ما كانش فيه فلوس، ما كانش فيه ان انا طالع لوحدي. طالع لوحدي من غير مدرب، واحنا لعبه تكنيك يعني. زاويه راحت مني الرميه باظت كلها، المطره بتخش في زوايا طبعا معينه. فطبعا لو حاجه هو بعين المدرب عينه اللي شايفني، انا كنت قاعد بطولي ما فيش مدرب معايا ولا اي حاجه. اتاهلت بطولك كمان؟ اتاهلت الحمد لله. كان معايا مدرب بتاعي بس لما سافرت ما سافرش معايا، ما فيش فلوس امكانيات ان احنا نطلع المدرب. فطبعا 11 و12 انا ما كنتش حققت فيهم حاجه يعني. ف 12 في الاولمبياد انا عملت مركز 14، فكانت اول بدايه ليا. وده كان برضو النقطه اللي كنت بتكلم فيها، ان انا ما شاركتش مع الناس دي في البطولات قبل كده، ان انا اشوفهم، ان انا اكثر الرهبه اللي بيني وبينهم. صح. الناس دي انا رميت مثلا، عملت التاهيل بتاعي بتاع الاولمبياد 77 متر، وكنت لو رميت 77 دي هناك كنت هقدر اعلق ميداليه الثالث. بس ما عملتهاش في البطوله، ما عملتش في البطوله، عملت 71. الحاله النفسيه مفيش احتكاك بيني وبين الناس دي. الناس دي اخر كنت اشوفها مثلا على اللابتوب وانا قاعد بتفرج او على النت قاعد، فجاه لقيتهم قدامك، فجاه بقت معاهم في ماتش واحد وبينافسوك. انا زيهم والحمد لله، يمكن احسن منهم، بس انا في خوف ما بيني وما بينهم. اللي بعد كده اما جيت شاركت بقى في اللقاءات الدوليه 2013 مثلا 2013 و14 ابتديت اشارك بقى، وكان 13 دي كانت بدايه الحمد لله الخير، ان انا عملت ذهبيه البحر المتوسط، ودي ما جاتش من سنه 72. في الرمي المطرقه كان اخر واحد جاب كان الدكتور ناجي اسعد. كان الدكتور، لا كانت في تركيا، ميرسن تركيا. الدكتور ناجي اسعد سنه 72 هو اللي جاب الميداليه الذهب في الرمي في العاب القوه. غايبه يعني الوقت ده كله لغايه ميرسن 2013 انا عملت الذهب الحمد لله، بعد سنين كتيره جدا من دكتور ناجي اسعد. فدي كانت فتحت الخير. انت فاكر كمان مين اخر واحد خد؟ ما هو كان مدربي الدكتور ناجي اسعد، كان المدرب بتاعي، بس هو السن وكده فهو خلاص يعني. ربنا يديله الصحه. الله يخليك. وبعديها عملت دوره ذهبيه الدوره التضامن الاسلامي، وكسرت رقم الدوره بتاع نظروف اللي هو ذهبيه اولمبياد البرازيل.
ده كان صاحب الرقم، كسرت الرقم بتاعه وعمل بيلعب معاك في نفس البطوله تضامن اسلامي. وكسرت الرقم دوله بتاعه، دوله كازاخستان او اذربيجان، هو حاجه زي كده الدول دي. فطبعا كسرت الرقم بتاعه وعملت ذهبيه، دي كانت البدايه. 2014 عملت ذهبيه افريقيا مع رقم بطولات افريقيا جديد، وبعديها فضيت كاس العالم في نفس السنه. هنا كان في احتكاك ظهر بقى، خلاص بدات دخلت بقى تلعب مع الناس دي. خسرت اول ماتش والتاني بس انت في 2016 في الاولمبياد ريو دي جانيرو اتصبت. انا اتصبت قبليها باربع شهور وانا شغال حديد، الوتر الامامي العضله الرباعيه قطع مني وانا شغال حديد. فطبعا الأمامي اللي شال الرجل كلها، يعني انا كنت شغال كلين حديد. دي اكيد رفع رفع الاثقال، ان هو الحديد رفع اثقال خد على طول على طول. فكنت شغال كلين في اخر عده، يعني حتى انا قلت لو انا ما سخنتش او في حاجه، لا ده انا في اخر دور في اخر عده في اخر التمرين خلاص بقفل بالعده، حاجه اتقطعت في رجلي. طبعا بقيت واقف على رجلي واحده بالوزن اللي انا شايله، وقعت على الارض. المدرب طبعا قطع الشورت عشان يشوف رجلي ارتشحت على طول. فطبعا جريت على الدكتور قال لي ده كده الوتر، في وتر اتقطع من جوه لازم تعمل اشعه. عملت الاشعه طبعا الامامي ده اتقطع، لازم في ساعتها يعني اخرها 24 ساعه لازم العمليه تتعمل قبل ما الوتر ده يتسحب لفوق طبعا، وهيبقى حاجه مهريه. فطبعا دخلت عمليات ورجلي اتفتحت واتخيط الوتر. اتعملت في مصر اتعملت في مصر، وطلعت عامل تاهيل في المانيا، بس طبعا رجلي ساقت اكتر، يعني ظهر نوع الخياطه اللي اتخيط بيها الوتر حاجه انا مش عارف هي حاجه طبيه يعني. رجلي ارتشحت تاني وانا في المانيا، رشحت تاني. كل اسبوع بروح هناك في المانيا دكتور يسحب سائل زلالي منها حوالي 80 سنتي، كانت يعني كانت الركبه فيها ركبه قد كده. قد كده بالظبط، الركبه كانت قد كده فوق الركبه. لحد ما كلمت الدكتور في مصر كتب لي على برشام، خدته ينشف الكلام ده وقال لي ارجع. رجعت اتفتحت تاني رجلي. طبعا انا كنت بحاول اسابق الزمن ان انا عايز العب الاولمبياد، ان انا ساعتها انا رامي 81 27 من 77 وصلت 81 81 27 ده رقم مصر وعرب وافريقيا. فطبعا حاولت ان انا عايز العب حاجه، حياتي بتضيع، عمري فطبعا جيت ما لحقتش. طبعا رجعت تاني فتحت رجلي تاني، شال الكيس الزلالي، جينا نحلله طبعا ما عرفناش ده نتيجه ايه، مش عارفين برده لحد النهارده. وخلاص ما قدرتش العب البرازيل، والحمد لله وهي خلصت كمان. اللي جاب الذهب اللي هو نظروف ده 78 متر، يعني انت لو كنت جبت ال 80 كنت كسرت. طبعا قدر الله الحمد لله، هو ربنا خليني. لا ده حتى برضه في الـ في الـ في التقرير، في التقرير حكى لك، كنت شفت بطوله العالم دي 2015 دي كنت بلعبها بالاصابه في رجلي قبل ما الوتر يتقطع، ان هو اتقطع في 2016 فضلت مستحمل عليه، حكى في رميه موجوده نجيبها تاني. ان انا سبتها من الدوران الثالث ما قدرتش، وكنت لابس ركبه على رجلي لافف، اتحملت على الوتر ده مش قادر. كنت هنا داخل الماتش ده، وكان الدكتور بيقول لي مصطفى، كان حتى الدكتور مش مصري، دكتور سويدي، فقال لي لا، قال لي المدرب قال له لو نزل الماتش هيتقطع الوتر. يعني انت عندك هيستوري مع الاصابات. فانا قلت له انا هنزل، انا حياتي وجاي هنا، وصلت هنا للصين عشان العب بطولة العالم، ان انا عايز اجيب الذهب. طبعا كنت برجلي واحده، هي الرمية هي دي مش كده؟ دي اللي انت من الدوره الثالثه دي. واحد اثنين ثلاثه، لا دي كملت، لا دي لا في واحده ثانيه، في واحده ثانيه. لا الثانيه بقى اللي انت بتقول سبتها من الدوره الثانيه، سبتها وطلعت بره الدايره. يعني انا يعني مش عايز اقول لك يعني ايه واحد بيتقال له انت الوتر هيتقطع حكت اهدي. بص بص ما كملتش هنا، ما قدرتش بقى. لا 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 ادوها لنا ثانيه يا جماعه، ادوها لنا ثانيه، بتزك عليها اهو. رجل الشمال. لا معلش يا جماعه، ادوها لي ثاني، ادوها لي ثاني. دي الاولانيه، دي اتاهلت بيها للفاينل. لا جبت 76 في الفاينل. بص الثانيه بقى اللي انت سبتها من النص، هنا صريخي كمل وجع، هنجيبها لك تاني. يعني هنا الرميه دي تكمل الوضع الصحيح للرميه. الدكتور قال لو نزل هيتقطع الوتر، مدربي قال لي ما تنزلش خلاص، وانا هناك في بطوله العالم. فقلت له انا نزلت، قال لي هتنزل يبقى تطلع عربيه اسعاف جيب اخرها. وفعلا انا كنت نزلت الماتش في المحاوله اللي كانت، دي كانت الثالثه، لسه ليا ثلاث محاولات تانيين كملتش، ما قدرتش خلاص. انا قعدت على الارض بره ورجلي ابتدت تورم، ما كنتش هو قطعش الوتر بس خلاص. هي دي. بص بص بص، حتى انت كانت رجلك اليمين الشمال صح؟ الشمال حتى انت لما جيت تتكز عليها الشمال ما قدرتش فضلت على اليمين لغايه ما جسمك اتعدل ومشيت، ما قدرتش عليها. فطبعا خرجت بره. كانت 2015 2015 في الصين قبل الاصابه دي، الاهاب عمل فيها فضه، وانا عملت سادس برجل واحده. برجل واحده بمعنى رجل واحده، رجل واحدة. خليني اطلع فاصل، لان انا محتاج بقى اتكلم على حته الاصابه وتجهيزك وتاهيلك للاصابه. خلينا بس نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا. مصطفى الجمل بطل رمي المطرقه المصري واحد ابطال اولمبياد طوكيو القادم ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجم مصر في رمي المطرقه مصطفى الجمل. مصطفى، قبل الفاصل احنا اتكلمنا عن بدايه الاصابه 2015، وبدا يحصل الام وتهتكات في الوتر وبتاع. الاصابه حصلت 2016، رحت المانيا عملت اعداد، العمليه ساءت اكتر، رجعت مصر تاني عشان افتح رجلي تاني عشان اشيل الورم اللي حصل في رجلي.
يعني الورم ما كانش اتشال الا بعمليه ثانيه. عمليه ثانيه ان هي الركبه بقى فوقها ركبه ثانيه، ما حدش عارف الارتشاح ده ايه او ده حصل بسبب ايه. فطبعا لحد ما خدت البرشام ده نشف اللي جوه وقدر يفتح الدكتور تاني. انا عندي على فكره الحاجات دي كلها على الموبايل بس ما اقدرش ابعتها لك، ان هي منظرها يعني بالعكس كنا رجلي كانت مفتوحه كلها يعني من اول مش حوالي مثلا 2 3 سم، لا ده مفتوح من فوق الركبه مثلا بحوالي 4 سم لحد تحت الركبه 4 سم. لا احنا في الفصل هناخد منك الصور دي عشان نبين للساده المشاهدين حجم المعاناه اللي بيشوفها ابطالنا. يعني لا هو كتير يشوفوا يقول لي انت كنت صاحي، اقول له ازاي كنت صاحي ورجلي مفتوحه 10 سم 20 سم. الفصل هناخدها منك ونعرضها ان شاء الله. بس قول لي يعني رجعت تاني فتحوا ركبتك فتحوا العضله الاماميه تاني عشان خاطر يطلعوا اللي هو الورم اللي في رجلي ويشوفوا سبب الارتشاح بس وتحلل، بس مش عارفين السبب ده ايه. يعني هو الدكتور ممكن يقول بنتيجه الخيط اللي جوه اللي اتخيط بيه الوتر، ممكن جسمك خياطه الوتر كانت سليمه. لا سليمه، والدكتور لما بعد ما شال الورم ده قال لي الحمد لله الوتر تمام سليم. يعني طب مش ممكن ده يبقى رشح دموي وبعد كده تجلط بقى؟ ولا عارفين ده ايه. يعني حتى هو ده اللي فسره الدكتور، بيقول لي ممكن يكون نوع الخياطه اللي اتخيطت بيها الوتر ده هو اللي عمل كده. فطبعا دي كانت مرحله 2015 و16 وخدت العمليه معاها 17 تاهيل. فطبعا رجعت اتمرن تاني من اواخر 17 واتمرنت وكنت كويس والحمد لله، ودخلنا 18 وكنت برضو كويس. في 18 كان عندي بطوله افريقيا، دي اول حاجه كانت بعد الاصابه فتره كبيره، وبعديها كاس العالم المؤهله لكاس العالم كانت افريقيا دي المؤهله لكاس العالم، وسافرت لعبت بطوله افريقيا يعني. كانت بطوله افريقيا في شهر 8 في نيجيريا. وطبعا الحمد لله رحت، بس الجو حر قوي في 8 في نيجيريا. وكان الوقت اللي احنا فيه كان كويس، كان كويس الجو كويس غريب. يعني يقارب اللي احنا فيه دلوقتي هنا. بس هو هناك نعرف الرطوبه عاليه جدا بس البلد اللي لعبنا فيها كانت كويسه اسمها اسابا. كانت كويسه. فطبعا رحت والحمد لله كانت اول مشاركه بعد الاصابه والحمد لله عملت الذهب. كام عملت رقم كام؟ لا بس ما كنتش رقم كويس يعني مش مهم. عملت 72 متر كان فيها كويس. ما ده انت راجع بعد اصابه، اول بطوله دوليه بعد اصابه. لا ما جه اللي بعديها بقى الاكتر بقى. ان انا رجعت الركبه الثانيه لقيت فيها الم. الله. وانا هناك كانت الدوائر كلها دوائر وحشه. يعني الموف اللي انت بتعمله ده، ما الحركه دي كلها فرم مع الركب كله فعلا من الاوتار. معلش يا جماعه، تقولنا الموف او الحركه اللي بتتعمل الدوران ده. بصوا يا جماعه، بصوا الدوران، بصوا الدوران، الارتكاز على رجله تحت، مشت كعب مشت لحد الدوران الرابع. شايفين يا جماعه المفرمه اللي بتحصل؟ ده 76 متر، دي 75 اللي بعديها كانت 76. بصوا المفرمه اللي بتحصل على الركبه والجسم والعضلات الاماميه والكتاف، لا صعبه. فطبعا وخلي بالكم المطرقه وزنها 7 كيلو 260 جرام، اللي هو احنا يعني لو شلناها في شنطه هتبقى تقيله. انت بترميها 76 و80 متر ما شاء الله. فطبعا انا جيت بعديها الاصابه دي في الرجل في الركبه الثانيه، انا ما حطيتش في دماغي ان هو ممكن يكون زي ده زي العمليه اللي قبليها. ما منشأها بيبقى عند الركبه. فطبعا رحت عملت الاشعه والدكتور شافها قال لك ايه؟ قال لي يا مصطفى الوتر واقف على شعره في رجلك الثانيه. لا حول ولا قوه. فقلت له انا مسافر، كان بعد افريقيا. قلت له انا مسافر رايح كاس العالم في التشيك، وكنا في رمضان كمان. قلت له انا مسافر واخر 10 ايام يعني بعديهم بعد ما يخلص رمضان اخر 10 ايام انا مسافر على طول. فقال لي يا مصطفى انا قلت لك ان الوتر هيتقطع في اي لحظه، انا ما اعرفش هيتقطع امتى، الاحسن انك تخش ونفتح وننظف ونربط الوتر كويس في الرجل الثانيه. فقلت له يا دكتور انا مش هينفع، انا هروح كاس العالم. فطبعا قال لي براحتك، ده القرار بتاعك انت. ورحت فعلا كاس العالم ولعبت كاس العالم. الصوره دي فين؟ هي دي الدوره الافريقيه 2019 دي اللي كان فيها ركبتك وجعتك. لا دي اللي رجعت منها دي كانت في المغرب. رجعت منها ركبتك وجعتك. انت لابس هنا هو ده عشان الاصابه. ده هنا دي المحاوله دي اللي لبست فيها الركبه، انا احاول امسك الوجع عمال يجري في رجلي مش عارف. معلش تاني ارجعوا لي يا جماعه، دي هو داخل اهو بيعمل المحاوله رابط ركبته الشمال اللي هي اصلا يعني على شعره. الوجع مش في الركبه، الوجع يا خبر ابيض. انت فين قلبك؟ انت فين قلبك بصراحه مصطفى؟ طيب. والله الرمي ده انا كنت بدور عليه، انا مش لاقيه الرمي ده. شفت بقى احنا جبناه لك يا باشا. فطبعا قلت له هسافر، وسافرت الحمد لله كاس العالم 2018 في التشيك. والحمد لله ربنا اكرمني كرم الواسع برضه. ما كنتش قادر هنا، دي كاس العالم 2014. وجعت قلبنا مصطفى بصراحه. طيب وبعد كده؟ فطبعا رحت كاس العالم 2018 ورايح بقى انا خلاص يعني رايح ورافع ايدي للسماء، انا ما معيش غير ربنا يعني وربنا معايا. طبعا ونعم بالله. انا بلعب الماتش والحمد لله ربنا اكرمني كرمه الكبير، وعملت فضه في هناك في كاس العالم برجل واحده، برجل ونص. برجل. لا الثانيه ما كانتش محسوبه خالص. محسوبه كمان. طبعا رجعت من هناك ما كنتش قادر خلاص. عملت عمليه ثانيه؟ رحت للدكتور قلت له افتح خلاص، وبدا عمل العمليه الثانيه في الرجل الثانيه. خدت 2018 اخرها مع 19 تاهيل كبير لحد ما جت الدوره الافريقيه دي في 2019. طبعا ما كنتش لحقت اخد الكفايه من التمرين.
نزلت الدوره الافريقيه دي كانت الدوره الثالثه ليا والحمد لله عملت الذهب فيها. الذهب رقم كام بقى؟ عملت فيها 73 74 حلو 74 حلو. فالحمد لله وجبت الذهب في الدوره. طبعا كان بعديها في بطوله العالم. بس انا عايز اوري حاجه. بص الرمي المطرقه الزاويه اللي طلعت بيها المطرقه دي بيفرق كتير جدا. ليها زوايا هي قوه الطارده المركزيه ليها وهي نازله من الجو والتفوق 600 كيلو. انت عديت كده عديت ال 75 في الرمي دي وصلت 76. لا هي عامه الوزن المطرقه 7 كيلو وربع. القوه الطارده المركزيه ليها بعد ما تطلع من ايديا في الجو وهي نازله بتعدي 600 كيلو. حسب تختلف من لعيب للعيب. وزنها مع الانرشيا بتاعها وهي نازله تنزل. طبعا لو جت في حد دي شكرا. هي لسه كانت عندنا في مشكله جت في حد عندنا بس لا. الحمد لله ربنا ستر يعني. وانا جت فيا زمان قبل كده بس جت هنا في دراعي فكانت جت من زميلي بس انا اللي كنت مش واخد بالي. كانت سرحان طبعا في الملعب عندنا ما ينفعش الواحد يسرح يعني. انا بنزل اجيب مطرقي من تحت لازم ببقى مدي وشي للقفص عشان اللي بيرمي. ان طبعا الغلطه فيها سلك او مقبض او مطرقه هتموت. فطبعا الحمد لله انه الواحد بالزنه برده نفس الكلام. القفز بالزنه برده. طيب انت رحت بطوله افريقيا دي خدت ذهب عملت رقم 73 تقريبا. بعديها كان عندنا ايه بقى؟ دخلنا في كورونا. بعديها الكورونا في 2020 طبعا كانت الاولمبيات وكده واترحلت بقت 21 ودينا بنستعد ليها ان شاء الله. احنا شهر 6 عندنا ان شاء الله يوم 16 ليوم 20 بطوله العرب في تونس. من 16 ل 20 الشهر الجاي. شهر 6 في تونس. في تونس ان شاء الله. وبعدين ابطال يعني عرب ممكن احتكاك كويس ليك. هو لا هو في انا مش هلعب. انا يعني انا بالنسبه لي انا مش هلعب. ان هيلعب كابتن اسلام ابو سريع وكابتن حسن عبد الجواد. ان انا بستعد لافريقيا وراها على طول ان الاثنين جايين في ظهر بعض. فافريقيا وراها من 23 ليوم 26 يوم 27 في نيجيريا برضو بس في ليجوس. هتطلع من هناك لهنا من بره بره ولا؟ انا مش رايح تونس يعني. انا عشان هيبقى الموضوع جامد عليا ان اطلع من هنا لهنا فانا عندي ماتش تاني في نفس توقيت تونس في كازاخستان. فانا ده ان شاء الله هلعبه واطلع بعد كده على نيجيريا ان شاء الله. من كازاخستان لنيجيريا. لكن تونس هيلعبها الكابتن اسلام ابو سريع والكابتن حسن عبد الجواد هم اللي هيلعبوا. وفيها منافسه قويه يعني برده مش ضعيفه زي زمان فيها. طب انت رايح كازاخستان هتلعب مين هناك؟ هلاعب بقى ابطال العالم اللي كانوا معايا. اللي يعني انت رايح لهم في الاولمبياد. باذن الله. دول يعني الماتش ده هيبقى احتكاكه اعلى من العرب بالنسبه لي انا يعني عشان طبعًا انا طبعًا. هشارك معاهم في الاولمبياد دول. انا برضو بقى لي فتره بعيد عنهم سنين كمان من الاولمبياد الاخيره بالدنيا بتقول لازم ابدا اشوف ماتشات اللي هي ده. لكن افريقيا باذن الله هلعبها دي اللي في ليجوس في نيجيريا. طب انت تاهلت ازاي؟ التاهيل بالبوينت بتاعي. انا بطوله افريقيا اللي هي 2018 دي انا جايب فيها الذهب. دوره العاب افريقيه وراها الذهب. المشاركه ببطوله العالم بطولتين الجمهوريه بتوعنا ده بيبقى البونت بتاعي. البونت هم خمس ماتشات. البونت بتاع دول كلهم مجملهم مخليني دلوقتي الحمد لله الاول على الرانك. الرانك العالمي. الرانك العالمي بتاع التاهيل ما شاء الله. ففي ناس المؤهله بالرقم اللي هم دول حوالي مثلا 12 واحد جاب رقم ده اهله. ففي طبعا اللي بيشاركوا في الدوره 32 واحد. فيعتبر انا دلوقتي اللي هو رقم 13 او 14. فاللي هو بعد الناس اللي رامي الرقم. فاللي هو الحمد لله انا مؤهل. وكابتن اسلام ابو سريع برده هو مؤهل برده بس هو يعني محتاج ان هو يحسن الرانك بتاعه يعني ان شاء الله. ان هو يقدر يرمي في بطوله العرب دي هتحسن له الرانك بتاعه ان هو من 32 يبقى 30 يقدر يشارك معايا في الاولمبياد برده. طب خلينا اطلع لفاصل بس عايز اعرف منك ان شاء الله بعد الفاصل الاستعدادات وايه اللي يعني يعني الدعم اللي قدمه لك نادي الاهلي والدعم اللي قدمه لك الاتحاد. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين. نطلع الفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حوارنا مع نجم مصر في رمي المطرقه مصطفى الجمل. اهلا بحضراتكم من جديد. مكملين حوارنا مع مصطفى الجمل نجم مصر ونادي الاهلي في رمي المطرقه. مصطفى كنا بنتكلم على الاولمبيات والاعداد ليها وانت اكيد بيبقى لك نظره برضو. انت اكيد متابع الدنيا شايف الدنيا اتغيرت عن اخر اولمبياد. في لعيبه ظهرت جديد في لعيبه اتاخرت ولا كل يوم في لعيبه ولا ما تقدرش تحكم؟ لا كل يوم في لعيبه جديده بتظهر في صغير وفي لعيبه بتظهر وتختفي. يعني ما لحقتش اشوفها مثلا في الاولمبياد يبقى ظهر في موسم بشوف نتائجهم على النت. يعني ببقى متابع كل النتائج بتاعت اللعيبه يعني اللي ظهر. لكن هم بيبقوا معروفين على الاتحاد الدولي في التوب ليست وعارفين مين اللي بيرمي. يعني هم بيبقوا عمودين على الصوابع اللي معروفين اللي هم دول. المنافسه تبقى بينهم في الاولمبياد او بطوله العالم ده بقى منافسه بينهم فبقى معروفين يعني. طب خلينا ناخد كده مداخله من صاحبك وصديقك ومدربك الكابتن خالد شوقي. اهلا بيك يا كابتن خالد. اهلا وسهلا زي حضرتك. منور طبعا شاشه قناه النادي الاهلي وبنشكرك ان انت معانا النهارده مدرب طبعا مصطفى. ايه الاخبار؟ طمنا الاستعدادات ماشيه ازاي؟ والله الحمد لله احنا شغالين كويس و مره على مرتين الصبح وبعد الظهر. التمرين فين يا كابتن خالد؟ التمرين فين؟ التمرين في استاد القاهره. في استاد القاهره. اتمرنوا الصبح الساعه كام وبالليل الساعه كام؟ يعني بنبدا تمرين الساعه 10 بنخلص في حدود الساعه 12 ونص. بنبدا بالليل الساعه 4 بنخلص حوالي 6 ونص او 7. يمكن اول بطوله رايح ان شاء الله مصطفى
كازاخستان مظبوط؟ ان شاء الله. هتبقى معايا كابتن خالد ولا هو رايح لوحده؟ لا ان شاء الله اكون موجود باذن الله. ان شاء الله. طيب طمنا على الدنيا عامله ايه؟ حالته يعني الفنيه، كلمنا عن التمرين، كلمنا استعداداتنا ايه للاولمبياد؟ والله احنا شغالين بقالنا اكتر من حوالي 6-7 شهور. طبعا فتره الكورونا كانت صعبه علينا ومرينا بازمات شويه في موضوع الاصابات ده. فان شاء الله يعني احنا في طريقنا لان احنا نكون على التاهيل كرقم ونكون نعمل اكتر حاجه كويسه بالنسبه لنا في الاولمبياد السنه دي، خصوصا الاولمبياد اللي فاتت مصطفى ما قدرش يشارك فيها بسبب الاصابه. طبعا وكان جاهز انه يعمل حاجه كويسه، فان شاء الله المره دي يكون موفق ان شاء الله ونقدر نكون بصوره كويسه في طوكيو. طب كابتن خالد انت متابع الدنيا بره ايه؟ متابع ابطال العالم اللي بره اخبارهم ايه؟ ابطال بلادهم، ابطال قاراتهم، بتقعد تتفرج متابع الدنيا بره اخبارها ايه؟ اكيد 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 طبعا. طب انت شايف الماتشات دايما لايف النتائج يعني بتابعها دايما. طب انت شايف كم يوم في امريكا بتلاقي الساعه 3:30 الفجر بتصاحب اتفرج عليه. ما هو يعني برافو عليك، واكيد طبعا بتلخص لمصطفى الدنيا ماشيه ازاي والامور صح ولا غلطان. طب اكبر تحدي عندك ايه يا كابتن خالد من هنا الاولمبياد؟ والله هو اكبر تحدي فكره السفر في حد ذاتها، يعني فكره الكورونا احنا مثلا قعدنا حوالي اكثر من شهرين عشان ناخد فيزا. طبعا ان انت تروح تشارك عشان تستعد. او انا طول السنه دي مش عارف اطلع من المعسكر خالص بسبب الوضع بتاع الكورونا في العالم كله. يعني ده بالنسبه لي السنه دي اكبر تحدي. صحيح ده مش تحدي، تبقى جاهز من غير ما تلعب مشاركات او تلعب معاهم، لان دايما عندنا لقاءات كتير مش قادرين نشارك فيها بسبب الوضع ده. خلي بالك ده مش تحدي عندكم بس يا كابتن خالد، ده تحدي للعالم كله. طيب خليني اقول ايه اكبر حاجه ايجابيه شايفها في مصطفى يا كابتن خالد؟ عزيمته خصوصا بعد اللي مر بيه الفتره اللي فاتت مصطفى. يعني اللي شافه في حجم الاصابات او الفتره اللي فاتت دي صعبه شويه عليه، بس لكن هو قدر ان يكون قادر يكمل ويتمرن ويشتغل. فدايما انا بحب فيه النقطه دي. طب ايه الحاجه اللي انت شايف انت دايما بتقف جنبه فيها؟ مش عايز اقول سلبيه طبعا لانه ده بطل عالم وبطل يعني من ابطال الذهب، فايه الحاجه اللي انت دايما كل شويه تفكر مصطفى بيها؟ ان دايما لازم يعود نفسه انه يكون رقم واحد. يعني دايما مش عايز يفكر ان هو يكون رقم اثنين، دايما لازم تعود ان انت تكون رقم واحد. ان شاء الله باذن الله نبارك لكم يا كابتن خالد باذنك يا رب على ميداليه اولمبيه. كابتن خالد شوقي مدرب طبعا يعني مصطفى الجمل في النادي الاهلي منتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا. مصطفى يمكن كابتن خالد طبعا معاك طول الوقت وفي النادي الاهلي وفي المنتخب، بس هو اصغر منك. هو اصغر مني في السن. بس يعني اكيد انت قبل كده بتقولي رحت من غير مدرب. دي كان معايا الدكتور ناجي اسعد ساعتها في الوقت اللي انا سافرت فيه الاولمبياد، كان دكتور ناجي هو المدرب بتاعي. بس طبعا ما كانش فيه الماديات ان هم يقدروا يطلعوه للاداره الاولمبيه. طب الدعم دلوقتي افضل ليكم؟ لا الدعم افضل الحمد لله دلوقتي بعد موجود فيه، يعني غير النادي الاهلي، النادي الاهلي ده بيتنا يعني ما فيش اي اختلاف عليه. بقى فيه دلوقتي رعاه بيجوا دلوقتي للعيبه وشركات تسويق هي اللي بتسوق للعيبه دي. فطبعا احنا دلوقتي بقى عندنا الشركات دي بيساعدوا دلوقتي الواحد في الحاجات دي انه خلاص يعني لو لا قدر الله مفيش فلوس مثلا هنا هم الفلوس موجوده هنا يعني بيقدروا يلحقوا الدنيا. بس خلي بالك برضو احنا يعني بنطلب دعم اكتر، يعني انا واحد نفسي الدعم يبقى اكتر يعني كده. الواحد هو مش محتاج حاجه من اللاعب غير ان هو يكون مستريح ذهنيا، فكرش في اي حاجه غير ان هو رايح يلعب، عشان لما يجي يتحاسب بعد كده لا قدر الله ان اخطا في حاجه انت ايه اللي مثلا كان مضايقك، انت توفر لك كذا وكذا وكذا وكذا، كنت مستريح اقدر احاسب اللعيب بعد كده. لكن ما اجيش انا ما بديش واجي احاسب اقول له انت ما جبتليش ليه الميداليه، ما انت ما اديتش عشان ما تلاقيش. صحيح. فهي دي النقطه اللي احنا كان فيها اللي هو يبقى فيه الدعم بزياده اكتر، مش لالعاب القوه بس. الدنيا احسن طبعا، هي الدنيا احسن صح. ولكن خلي بالك العاب القوه اصلها هتشتغل هتلاقي. تمام صح. وهتصرف هتلاقي، فهي الدعم طبعا اكيد بعد طبعا دكتور اشرف صبحي الحقيقه من الناس اللي حريصه دايما على اللعب الفردي اصلا. فالدكتور اشرف صبحي عارف قيمه الالعاب الفرديه وان هي ممكن تجيب ميداليه، فنتمنى طبعا الدعم يكون افضل باذن الله. ان شاء الله انت هتخلص كازاخستان هتروح على بطوله افريقيا ان شاء الله في نيجيريا تلعب ان شاء الله، وبعد كده هتتوجه للاولمبياد ولا ترجع مصر باذن الله. هو هنشوف ايه بقى الخطه اللي هتبقى بعد نيجيريا ان شاء الله. نيجيريا دي في شهر 6، هي في اخر 6 بس احنا مش عارفين لسه ايه التي اللي هيحل في طوكيو. يعني احنا سامعين اقاويل هل هيبقى في دخول قبل اللعب بفتره كبيره، فتره حجم 14 يوم ده اللي كان حاجه في اخر اجتماع مع الدكتور حسن كمال لما اتكلم فيه ان احتمال يبقى فيه عزل قبل. مش احتمال ده اكيد. ان هو بس عايزين كمان مكان للعزل يكون مجهز للتدريب اللعيبه يعني هناك في طوكيو.
ان يكون المكان ده مش هينفع ان اللعيب يروح يقعد 14 يوم ما بيتمرنش. خلي بالك كوكب اليابان بيعمل كل حاجه. ما هو بيعمله كل حاجه وانا عارف. سيب نفسك سيب. بس عايز اقول لك بالرغم من اليابان كده بس احنا ابهرناهم في كاس العالم اللي فات. فعلا الناس اتكلمت فعلا على كاس العالم جدا يعني ما شاء الله اللي اتعمل ده افتتاح والكلام ده كله كان ما شاء الله كويس جدا. يعني انت ممكن شهر خلينا نفكر معاك شهر 6 تخلص. يعني ممكن يبقى ممكن على 10 7 تسافر لان هتتلعب 23 صح؟ 23 لا ده انت ممكن تسافر 8 كمان. ممكن 8 يعني ممكن اول 7 احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيتم ان هم يسافروا اللعيبه ان يقعدوا الحجر بتاعهم وبعد كده يتنقلوا من مكان الحجر للمكان بقى المعسكر اللي هو المكان اللي هيتلعب فيه البطوله. ممكن يبقى نفس المكان. ممكن يبقى نفس المكان بس ممكن. طبعا هو انت بس اتوقع يعني مع كوكب اليابان لا يعني لو هيودوك من مكان لمكان خلاص المكان ده ممكن بالظبط هنفجره خلاص يعني هيقلب لك الدنيا. بس خليني اقول لك برضو احنا بنفكر هيعمل لك مسحه وما تروح بس اكيد في يومين ثلاثه هتقعد من غير تمرين. ده في مساحات كل 5 ايام هنقول مثلا اول مسحه هتروحها بس هنجيب تفاصيل طبعا بس بعد اول مسحه دي بالذات لازم يتاكد ان انت جاي سليم لو انت سليم ما فيكش حاجه فلازم بيعزلك طول الفتره بقى لحد الماتش. حتى كان الماتش بيبقى بيتلعب النهارده بتاع مثلا المطرقه بيبقى بيديك يوم بعديه اليوم اللي بعديه هو بيبقى الماتش الفاينل على طول يعني ده السيمي فاينل ده الفاينل. دلوقتي انا سامع ان المده كبرت طبعا يعني بقى النهارده سيمي فاينل 5 ايام 6 ايام هيعمل مسحه بعد الفاينل مسحه وبعد 5-6 ايام ويخش. طب انت جاهز للنظام ده؟ والله انا بطور يعني من دلوقتي حالا انا قافل على نفسي يعني انا ماشي بالكمامه بالحاجه يعني قافل على نفسي ما بنزلش من البيت غير ان انا رايح التمرين راجع من التمرين على البيت بس ما بروحش اي مكان اللي هو برضه الواحد ما يضمنش الظروف فالواحد بيبقى قافل على نفسه بس ما يجيش التعب ده كله يروح في الاخر على 4-5 ساعات تمرين في اليوم صح وحلم دلوقتي بس شخط احنا فتره ماتشات لكن في الاعداد بيبقى اكتر من كده ساعات بيوصلوا 3 فترات تدريب كمان. طب انت طمنا في اصابات في حاجه؟ لا الحمد لله بفضل الله ماشيين كويس ربنا يستر علينا بس لحد باذن يعني الله يا رب تبقى دايما الامور ماشيه ونتمنى لك ان شاء الله مصطفى ان انت باذن الله يعني تبقى عندك او تحقق ميداليه وهنبقى اسعد يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله ربنا يخليك في مصطفى الجمل نجم طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر ونجم مصر وافريقيا كلها في رمي المطرقه. بشكرك شكرا جزيلا بشكر حضرتك ربنا يخليك في سايسه ربنا نتمنى نكون يعني على قد ما نقدر ادينا لك حاجه. لا ربنا يخليك فوق راسي ربنا يخليك في سايسه شكرا لك مصطفى ربنا يخليك شكرا. ده كان لقائنا مع مصطفى الجمل وريناكم بس جزء من حجم المعاناه اللي هو شافها من اصابات واعداد وتمرين وقفل على نفسه في وقت صعب جائحه كورونا. احنا بنشكره وبنوجه له كل التحيه وبنتمنى له كل التوفيق. انتظرونا وبنشكركم طبعا على حسن المتابعه. انتظرونا في حلقه جديده قادمه من الابطال.